جاهز تلعب معانا في مين على الباب؟ يلا بينا. إلى سكان مصر الأعزاء، أهلا بيكم في برنامج مين على الباب. برنامج مين على الباب برنامج مسابقات مليان تحدي ومنافسة، وبكل بساطة لو شايف نفسك جامد هتكلمنا واجهز علشان هنجيلك لحد البيت، هتكون أنت الضيف وانت اللي هتضيف، انت اللي هتلعب وانت اللي هتجاوب، بس طبيعي احنا اللي هنكسبك. لو عايز تشارك معانا ابعت لنا في اللينك اللي هيظهر قدامك على الشاشه، هنجيلك ونخبط على بابك، بس اوعى تقول مين على الباب. ناس كتير بعتت لنا فيديوهات علشان تشارك معانا ونلعب معاهم، لكن القرعه اختارت الاستاذ خالد فتحي من مدينه نصر الحي العاشر. خلينا نطلع له دلوقتي، يا رب يكون مستنينا وما يقولش مين على الباب. كنام. احنا الدور الكام؟ مين على الباب؟ مساء الفل. مساء الفل. ازيك؟ حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله زي الفل. عامل ايه؟ مية مية. مساء الفل، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. تمام. زي الفل. مساء الخير. ايه الاخبار؟ ريم مها. ريم مها. ماما طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. استاذ خالد. استاذ خالد. اهلا بيك، اتفضلوا اتفضلوا. بفضل بيتك. خالد. اهلا وسهلا. ازيك يا خالد؟ ازيك يا جميل. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ مية مية. السلام. ماشي. شكرا. مية مية. منورين. طيب بصوا بقى، احنا البرنامج بتاعنا برنامج مين على الباب هو برنامج مسابقات. حلو. الفكره ان احنا عندنا ثلاث مراحل، كل مرحله فيهم فيها مجموعه اسئله، كل اسئله ليها وقت معين، لو جاوبتوا على كل مرحله هتكسبوا جهاز. يلا بينا نركب المايكات واوريكم كده. بصوا الكاميرات دي كلها هتبقى بتصورنا، نتحرك بيها. بص ممكن الكاميرا دي كده تقرب مننا اهي. بص دي كلها هتبقى موجوده معانا وظاهره معانا. حضرتك ممكن تديهم من البونبوني ولا حاجه؟ اه لا مش في، لا في كيس. آه في احنا معانا كيس، كل معانا كيس. يلا اي حد عايز حاجه ممكن يعني يتعامل. وهنركب مايكات، كلنا نركب مايكات عشان نقدر كلنا نتكلم. تمام. اتفقنا؟ جاهزين؟ جاهزين. نشرب حاجه بقى. يلا بينا. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل يا خالد. خالد اتفضل اتفضل. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ طب الاول هو بيت حضرتك صح؟ ايوه. هو الديكور واضح ان حضرتك مش شاطر في الديكور. اه لا الديكور والحاجات كلها انتيكس. المعالق والشوك دي ايه نظامها؟ انا فيهم ايه؟ دي نحاس. دي يعني جايه من عصر معين ولا دي عادي من عصر روماني؟ والله بجد؟ اه والله قديمه يعني. قديمه. اه الحاجات، اصل الحاجات دي ما شاء الله كلها. وده انتيكس. اقدم حاجه في الشمعدان. انهي واحد؟ الشمعدان. الشمعدان نفسه. الشمعدانين دول في منه كتير بس مش زي ده. والمفتاح ده من البسله واللوبيا بس ده ريزن. ايه المفتاح المعظم؟ المفتاح ده انهي واحد؟ المفتاح الكبير ده. اه ده مفتاح من البسله واللوبيا. من اللوبيا والبسله والفول. ومين اللي عمله؟ انا. لا والله العظيم. انا لا تعالي ثاني ثاني بس تعالي نشوف. هنقول؟ اه لا يعني خليهم هم قاعدين بس انا عايز اركز في ده. ده كارثه. ده معمول من البسله. بس هو صبه الريزن. ايه صبه الايه؟ الريزن. الريزن اللي بتعمله تماثيل. انا عامل تماثيل ستارز كلها. اوكي. ده برضه نفس الكلام؟ ده روماني. لا بس حاجات حلوه. دي حاجه رهيبه. ده بس ده انا حاسس اصلا. اوكي. لا بس حلو قوي. لا الديكور ديكور. والراجل اللي بيعيط ده ده موجود في كل البيوت. اه ده موجود في كل البيوت. دي
طب الاول ولاد حضرتك كلهم؟ في عمر بس اللي ناقص لانه راجع من السفر فنام الساعه 5:30 الصبح. اوكي يعني هو نايم في جوه في اوضه دلوقتي؟ في اوضه. اوكي بس مش داري بالحياه اصلا. يا رب ما نعملوش اي ازعاج. لا 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 طب انا عايزكم تشربوا معانا الشاي. طب انتوا بتدرسوا ايه؟ احكوا لنا كده. انا خلصت تربيه فنيه. تربيه فنيه ومها؟ انا لسانس اداب. خلصتي برضه؟ مين شيلك مشهوره بلوجر؟ والله اوه طب شيرينا معاكي بقى مش هنا معاكي يلا بينا بقى طيب وخالد طيار مدني ودرست بيزنس بعدها وسبت الطيران سبت الطيران بس درست بيزنس الحمد لله يعني اشتغلت في يعني ماسك في سياحه دلوقتي حاجه حلوه يعني احلى من الطيران بيزنس. طب حلو قوي بس الطيران برضو يعني لا عملت منه برضو اه عملت مش هسيبه لله حوشت عملتهم وقلت يلا بقى نعملهم من حته ثانيه يعني عملتهم وقعدت طيب نيجي للجد بقى المسابقه بتاعتنا هي عباره عن ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي فيها سؤالين إجباري لازم تجاوبوا عليهم هما الاثنين لو ما جاوبتوش عليهم هتخسروا وبالتالي هتخسروا الجائزة اللي انتوا كنتوا هتكسبوها في الأول المفروض إن دول سؤالين سهلين بقى كده المرحلة الثانية هي عبارة عن ثلاث أسئلة لازم تجاوبوا سؤالين من الثلاثة المرحلة الثالثة هي خمس أسئلة لازم تجاوبوا منهم أربع أسئلة تمام؟ إحنا دلوقتي هنختار الأجهزة اللي انتوا هتلعبوا عليها أنت عايز تغير إيه؟ والله أنا ممكن مش عارف ممكن شاشة الشاشة الشاشة احنا عندنا شاشة 40 فممكن نشوف 60 بقى حلو ماشي الشاشة دي يعني انتوا عايزين شاشة تلفزيون غير دي ده مين اللي تليفونه بيرن؟ ماشي على معلك يا خالو انت خلص براحتك واحنا طب في حد تاني عايز يغير حاجة؟ انا التلاجة التلاجة؟ فين التلاجة القديمة؟ ممكن نغير التلاجة طيب في ايه تاني؟ مكوة ممكن مكوة ممكن مكوة؟ في غسالة عايزين غسالة؟ غسالة حس غسالة 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 برضه ممكن ندخل طبعا اتفضل في حد جوه في حد جوه في الغسالة في حد جوه في الحمام في الحمام دي الاوضه بتاعتي يعني انا ممكن اتكلم عشان ده انا المسؤول هنا ده سريري بصورتي يعني ده مكاني انتوا حاطين صوره كل واحد على السرير بتاعه صح ما حدش يسمع الكلام اللي فوق عشان ما نتلخبطش عشان ما حدش يشوفه بس طيب يعني انا كده عندنا تلفزيون عندنا غساله عندنا ثلاجه عندنا مكوه عندنا مكنسه كل دي لسه اختيارات وهتقرروا لازم تختاروا ثلاثه بس منهم تعالوا نقعد بقى نقرر مع بعض طب اتفضل اتفضل احنا دلوقتي عايزين حد يبقى متحدث رسمي مين المتحدث الرسمي اللي هياخد منه الاجابه النهائيه ماما حاجه صح طبعا حضرتك ماشي طب احنا كده عايزين التلات اجهزه بقى قول لنا ايه التلات اجهزه اللي اتفقنا عليهم في الاخر بس احنا لازم ناخد في الاول حاجه مكنسه او مكنسه مكنسه او مكوه يبقى مكنسه يبقى احنا كده عندنا مكنسه مكنسه عشان اغلى ها اكيد فكره اكيد الفكره كده هنا يبقى احنا كده اخترنا المكنسه ده رقم واحد كويس. رقم اتنين هنختار تلاجة حلو رقم تلاتة يا اما نختار الغسالة يا اما نختار البوتاجاز غسالة حضرتك اللي هتقولي طيب يبقى انا هقوم الزق الستيكرز دي على الاجهزة ونرجع نكمل يلا بينا يلا بينا فين التلاجة اطلع لي بالمكنسة تمام يا استاذ خالد احنا عندنا الثلاث مراحل كل الاسئله اللي فيها اي سؤال هتجاوبه في 20 ثانيه لو عدينا ال 20 ثانيه هيبقى كده الاجابه راحت علينا والسؤال مش هيتحسب خلاص حد طلب المكنسه اقول له ارجع المكنسه لا لا بس الثانية دي لا 20 ثانية صعبة لا 20 ثانية دي ما انتوا يعني في السريع بقى احنا بعدين معانا خالد معاك خالد صح معاك علام هيخلص بسرعة بعدين خدي بالك أول مرحلة السؤالين إجباري تاني مرحلة ممكن سؤالين من ثلاثة بالظبط التالتة أربعة من خمسة طب جاوبنا سؤال من الاثنين ناخد السلك وتشيل المكنسة الجهاز لا مفيش سؤالين إجباري طيب وحاجة كمان احنا معانا ثلاث وسائل مساعدة انتوا ممكن تستخدموهم في أي وقت أول حاجة هي الجوكر انتوا ممكن تستخدموها في اي وقت هنلعب لعبه مكان السؤال تقدروا تلغوا السؤال ونلعب مكانه لعبه تاني وسيله مساعده هي ان احنا هندور على الاجابه في البيت يعني ممكن تدور على الاجابه في البيت على حسب السؤال برضو هيبقى معاك دقيقتين تدور فيهم تقدر تدور في البيت على اجابه السؤال اللي احنا هنساله تالت وسيله مساعده وهي ان انت تكلم جارك او حد من قرايبك وتكون مامن عليه ومتفق معاه عشان لو ما ردش هتروح عليك وفي الحاله دي انت هتكلمه لمده 3 دقائق تعرف منه الاجابه
جاهزين؟ جاهزين كده كله تمام؟ كله تمام. دخل المكنسة بسرعة. اتحرك يا بني آدم، دخل المكنسة. تسلم ايدك. شكرا شكرا. دي كده اول حاجه هنلعب عليها. حلو كده احنا خلصنا مرحله الهزار، ندخل بقى في مرحله الجد. ماشي. عندنا اول سؤالين ودول الاجباريين، اللي هو لو عدتوهم هتعدوا المرحله الاولى وهتكسبوا المكنسه. تمام. السؤال بيقول ما هو رقم تيشيرت محمد صلاح في نادي ليفربول؟ هل هو 9، هل هو 10، 11، 12؟ 11. آخر كلام؟ صح. 11. ده سؤال سهل جدا جدا جدا. ماشي. ندخل على السؤال اللي بعده. ده فيه شوية احتيارات. انت لو فكرتوا مع بعض فكروا، بس انا هاخد الإجابة من حضرتك في الآخر. اوكي. اوكي. طيب السؤال التاني بيقول ايه هو آخر مسلسل شارك في بطولته يوسف الشريف؟ هل هو القيصر، لعبة إبليس، الصياد، جفر دلهاب؟ معاكوا 20 ثانية. انتوا بقى مش الكلام ده خالص. مسلسلات بقى انتوا بتقولوا مسلسلات. هو انا محتاره عدى 6 ثواني. مش عارف ايه وايه. كفر دلهاب او لعبه ابليس. ممكن يعني ممكن ممكن وسيله مساعده لو عايز. ممكن نكلم اسماء. نكلم اسماء بسرعه كده نوقف الوقت. ممكن نبتدي نكلم اسماء. اسماء صاحبتك؟ ايوه. يلا بينا. هو انا عارفه انا كنت ناخد رصيدك مثلا. مش الدرجه دي. معاكم 3 دقايق في المكالمه. كافيين في المكالمه مش من دلوقتي. لا من اول ما التليفون يرن. اول ما ترد عشان لو ما ردتش خلاص راحت وصلت المسابقه. الو ايه يا اسماء؟ بقول لك ايه، اخر مسلسل يوسف الشريف عمله كان اسمه ايه؟ كان طالع ساحر ونصب عليه في الاخر. انا اي المسلسل بقى اسمه ايه؟ بصي، كفر دلهاب، لعبه ابليس، الصياد، القيصر. بسرعه. ثواني، تقريبا القيصر يا كفر دلهاب. والاكيد كفر دلهاب. اكيد. تمام. ماشي. باي باي. شكرا يا اسماء. بتثقوا في اسماء؟ لا طبعا. هناخد الاجابه، هناخد الاجابه اخيره من حضرتك. كفر دلهاب. كفر دلهاب. انا كنت شاكه والله ان كفر دلهاب الاول. لا ما تبصليش، ما فيش حاجه اسمها يعني. اكيد كفر دلهاب اجابه صح. مظبوط كده، انتوا من حقكم صحتكم اتفضلي. دي كده المكنسه دي بتاعتكم. ميرسي يا خالد والله. نوصل على اللي بعده. جاهزين للمرحله الثانيه؟ دخل الغساله بسرعه. روح اوبا. عملها فوق المكان. بس اللي هي من فوق دي. طيب المرحلة الثانية دي اللي هنجاوب فيها سؤالين من الثلاثة. برضو عندنا نفس المدة الزمنية وهما العشرين ثانية. ولسه عندنا وسيلتين مساعدة. السؤال بيقول ماذا يسمى صوت الديك؟ هل هو صياح، أذان، صهيب، ولا سليل؟ صياح. قول يا صياح. الديك صياح. طبعا صياح. كان في ابتدائي ديك الصياح. ايوه صياح الديك اجابه مظبوطه. ده سهل يا جماعه. برافو والله. سهل ايه؟ سهل. بعدها بقى. ايوه خش بقى السؤال اللي بعده عشان يلا بقى ندخل بقى الاسئله اللي بعديها. خش بس الاسئله اللي بعديها. السؤال الثاني. ايوه لسه عندنا وسيلتين مساعدة. أنا فاكر ما أنت طالما أمنت كده يبقى السؤال صعب جدا. ماشي فل. إيه هو مفتاح الاتصال الدولي بدولة عمان؟ هل هو 963، 968، 597، 268؟ معانا 20 ثانية قبل ال 20 ثانية لو عايزين نسلك مساعدة. 900 وحاجة. 900 كام؟ 963 وفي 968. هم واحد من الاثنين دول. ايه هو مفتاح الاتصال الدولي بدولة عمان؟ هل هو 963، 968، 597، 268؟ معانا 20 ثانية قبل ال 20 ثانية لو عايزين نسلك مساعدة. 900 وحاجة. 900 كام؟ 963 وفي 968. هم واحد من الاثنين دول. لازم نختار او نقرر ان احنا نختار وسيلة مساعدة. 63. في عندنا وسيلة مساعدة ان احنا نضيفها في البيت. متأكدة؟ او
طب ما على طول على ضمان. طب انا ممكن استخدم وسيله مساعده. استخدم وسيله مساعده ماشي. عايز تدور على حاجه في البيت؟ اه يلا بينا. انا معاك اجنده. عايز تدور على اجنده؟ ازاي اتصل 968 شوف بقى اجنده بسرعه. اجنده عندك في اوضتك يعني؟ اه ده في اوضتي وجنب الكوميديين والدنيا جميله هنا. تعالى دي محفظتك كده. اه والطفايه، الطفايه اهم من كل الكلام ده. معلش احنا قلنا ايه؟ دولة عمان. احنا معانا دقيقتين ها؟ ايش بيه سي؟ عمان ولا عمان؟ عمان، دولة عمان، سلطنة عمان. سين 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 سلطنة. بيعدي بيعدي، عمان عمان بالعين. بالعين 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 بالعين. أرجوك أرجوك أرجوك. سلطنة عمان. المكالمات الدولية، المكالمات الدولية. يا باشا أهي. في المكالمات الدولية. المكالمات الدولية أهي. اهي السين اهي مفيش. أيوة. سلطنة. طب يبقى سامو سانت 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 عين غين فيه. طب عين غين عمان 9-6-8 تسعة ستة تمانية. إجابة مظبوطة حبيبي. هو ده بس لازم الأستاذ ماشي يا باشا عناية ما عنديش أي مشكلة. يلا بينا بسرعة 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 قول لها لازم الله. لازم تقول لها بسرعة لازم. 9-6-8 9-6-8 لازم هي اللي تقول. لازم هي اللي تقول. قولي 9-6-8 9-6-8 إجابة مظبوطة صح كده. بما إن أنتوا جاوبتوا على السؤالين من ثلاثة يبقى أنتوا كده كسبتوا معانا المرحلة الثانية وكسبتوا معانا الغسالة فعليا. ألف مبروك. تقدروا كده تفكوا بقى حبيبي. لا سيبه سيبه زي ما هو كده هنفك. أه هنحط ايه فوق كيفه كيف بتاعتك يعني. هديكوا الكرتونه برضه مش عايزين تبقوا امان يعني. لا 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 مش بالدرجات دي مش هنوصل للمرحله دي. لا لا انتوا حرين. اه زنقه بتاع كده المرحله الثالثه. يلا طلع لي الثلاجه بسرعه. حاول حاول حابب الموضوع ده. المرحله الثالثه زي ما احنا اتفقنا فيها خمس أسئلة هتجاوب على أربعة من الخمسة هتكسب. تمام. في عندنا وسيلة مساعدة بس لناصر وهي الجوكر وهي لعبة سهلة جدا. دي ما تحتاجوهاش غير في الوقت المناسب لأن احتمال كبير آخر سؤال تروق يعني احنا نروح ويبقى معاكم ثلاث أجهزة فعليا. صح كده؟ صح كده. بص هنا في شريط أزرق وشريط أحمر وشريط أصفر. ما توقعت أزرق أو أخضر يعني اللون هيبقى مختلف. جاهزين للسؤال؟ جاهزين. السؤال الأول وبرضه ما زال عندنا ال 20 ثانية. ماشي. ما هي عملة دولة ليبيا؟ انا هاخد السؤال اجابه دينار. دينار دينار قولي على طول. ده انا كنت دينار في ليبيا. انا اهو اصلا حضرتك كنت في ليبيا. اه دينار معروف يعني. ممكن يكونوا غيروا العمله. لا 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 دينار ده دي 100% مش 100000 100% دينار. ايوه اخر كلام. انا معايا دينار. انا قلت من غير ما اسال. انا قلت لك اجابه مظبوط. صح كده. ده اول سؤال فاضل لكم ثلاث اسئله لو جاوبتوا عليهم ممكن تكسبوا على طول لان احنا زي ما اتفقنا اربعه من الخمسه. انا قلت لحضرتك تبقى جامد في الاسئله دي. لا لا عارفها اول. ندخل على السؤال اللي بعده. ما زال عندنا وسيله مساعده واحده. ماشي. ده مش صعب. لا مش صعب. اين تقع اكبر مزرعه سمكيه في الشرق الاوسط واللي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه سنه 2018؟ دمياط. طب ايه؟ دمياط. ده هي اللي فاهمه السياسه والله ما تبصليش انا بريد. ممكن تفكروا. طب ايه؟ ايه؟ دمياط دمياط مفيش اسئله. تقريبا اسكندريه ولا البحيره فيها المزارع الاسكندريه وكام مليان ولا دمياط؟ فاضل 17 18 19 20. شكرا. ناخد اجابه سريعه. دمياط. دمياط اجابه غلط. الشفر الشيخ كده احنا وقع مننا سؤال. واحد واحد يبقى لازم الثلاثه الجايين لازم اثنين اثنين ثلاثه لازم ثلاثه لازم الثلاثه اللي جايين كلهم تجاوبوا عليهم. بس خلي بالكم انت لسه عندكم وسيله مساعده. اه اوكي. اي بس هو ليه ما فيهمش اختيارات؟ ما هو شوف ما ده اصعب سؤال. ثلاجه يعني مش هسال. السؤال الثالث. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله خير. بس قول خير. ما هي بلد المليون نخله؟ لا نخله انا لسه ما عرفتش. ما هي بلد المليون شهيد؟ الجزائر. الجزائر. والمصحف دي اكيد صح لان هو يعني دول بتوع السياسه. والله الجزائر. الجزائر طبعا. انا الجزائر اجابه مظبوطه. صح. هلا هلا هلا. احنا عندنا سؤالين لازم تجاوبوهم هما الاثنين مظبوط ولسه عندكم وسيله مساعده. انا برضه عارف محاولتي. السؤال الرابع. اسم اول قمر صناعي عربي تم اطلاقه في الفضاء وكان سنه كام؟
الاثنين يعني خدوا الثلاجه ونشوفوا. لسه عندنا وسيله مساعده لو حاسين ان هو الجوكر. آه هات الجوكر بقى. طب ولا حتى عارف اسم عمر سعد؟ انا فاكر. لا مش عارف سيد. لا 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 ده كان ليه اسم غريب كده. احنا كده كده هنختار وسيله مساعده ولا لا؟ اه هناخد لك الجوكر. هو كده كده عرب سيد سنه 1976. عرب سيد. خلينا ندخل بقى على الجوكر. طيب احنا عندنا خمس صور، الخمس صور دول اسامي افلام. من خلال الصور دي هوريكم خمس صور، ممكن تبقوا انتوا واخدين بالكم منها اكتر، لازم تجاوبوا منهم ثلاثه. ماشي. سهلين جدا. طيب السلم وتعبان. واحد. في ايه؟ ايوه واحد سلم وتعبان. ايه السلم وتعبان؟ اسد واربع قطط. اسد واربع قطط. تعالى نعمل صرخة نملة. صرخة نملة. اوه هلا هلا هلا. انتوا جبتوا الثلاثة بس نكمل. كش ملك. كش ملك. لا مفيش كش ملك. ملك ملك وكتابة. صح. ماشي. باي باي امريكا. هلو امريكا. هلو امريكا. كده احنا فاضل لنا السؤال. صرخة نملة. بص طالعين السؤال ده اه يا لا. لو كانت الساعة دلوقتي، الساعة دلوقتي ماشي 3:55 حلو، وبدلنا أقرب الساعات بأقرب الدقايق تبقى الساعة كام؟ بدلنا إيه؟ أقرب الدقايق 11 وربع. السؤال اللي أنا ما سمعتش والله. 11 وربع. 11 وربع. 11 وربع. 11 وربع. إيه يا باشا فين؟ 3 إلا 5. 3:55 يعني 4:55. ايه ده؟ اه لا ثواني. اه 3:15 او 11:15. 11:15. 11:15 سوري. 11:15. انا بسمع بس 11:15. يا جماعه صح مظبوط كده. هو ده الكلام. هو ده الكلام. انا مش بقول ان انا مش عارف حسابات. ايه 3:55؟ الحاجه الوحيده اللي ماليش فيها. انت لخبطتني يا عم. انت بتتكلم لك دلوقتي. 11:15 انا قايل لها. انا قايلها لها. انت هتتني انا بقى. مظبوط. طب 3:55 يا عم. انا قلت لي 11:15. الحاجه الوحيده اللي مش في الحسابات كده. الثلاث اجهزه بتاعتكم الف الف مبروك. تسلم. انبسطنا بيك جدا. وانتوا نورتونا كلكم. ربنا يخليك يا رب. فرصه سعيده جدا. شكرا يا باشا. احنا اسعد. ثانك يو. باي باي. شكرا شكرا. فرصه سعيده. ماشي هلو ده. لا انا عايز مبروك. الف مبروك. مين على الباب بقى؟ نورتنا بجد والله. الله مفيش حاجه من لا لا في الاخر بقى. بقول لك هو في لب وفي هيصه هنا. مش عارف انتوا ما عدتوش عليها ازاي. في معاك حلوه ده كله معايا. اه معاك. اه لازم البضاعه. البضاعه اهم حاجه. البضاعه. استاذ خالد فتحي والعيله بتاعته كانوا موجودين معانا، كسبوا معانا المكنسه والغساله والثلاجه. خلينا نروح نضيف تاني نشوف هيكسب ولا لا. كتير جات لنا عشان تشارك معانا في البرنامج، لكن احنا دلوقتي موجودين في حي البشاير 6 اكتوبر، والضيف اللي موجود معانا دلوقتي استاذ عادل حسين درويش، يا ترى هيكون قد التحدي ولا لا؟ مساء الخير. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ مهندس عادل اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ مساء الخير. مساء الخير. الاخبار كله تمام؟ زي الفل. انا هقف هنا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ ده ابن حضرتك محمد صح؟ كبير. ازيك؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ 100 100. ليش احنا هنزعجكم شويه؟ احنا البرنامج بتاعنا اسمه برنامج مين على الباب. احنا برنامج مسابقات عندنا ثلاث مراحل. الثلاث مراحل دول ممكن تكسبوا منهم ثلاث اجهزه مختلفه. اوكي مستعدين؟ انت لسه ما اتجوزتيش. جهزك بقى. مصلحة اهي. جت اهي حاجة كويسة. إن شاء الله إن شاء الله تكسبوا معانا. إن شاء الله. هنعرفكم على شوية حاجات كده سريعة. دي الكاميرات اللي بتصورنا طول الوقت. هنبقى معانا الكاميرات دي. والصوت ممكن يركب لنا مايكات دلوقتي واحنا بنتكلم حتى. هيبقى في مايكات تركب لحضراتكم علشان خاطر نبقى احنا سامعين بعض كويس. أوكي؟ 100 100؟ 100 100. طيب هتشربونا إيه بقى؟ شاي. شاي؟ ماشي. مشروب الرسمي. الزملكاويه متشددين يعني ولا عادي؟ لا متفاوتين يعني. لا لا بص 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 حضرتك متشددين. هتضربنا يا عم. رانيا اكتر واحده. طبعا تبع بابا. والله؟ وحضرتك تبع ماما. كلكم زملكاويه. ده حرب في البيت. اه طبعا. اه صح؟ اهلي وزمالك وليلى. طب ولما الزمالك بتتغلب
والزمالك لو نفترض يعني الزمالك اتغلبت يعني بتحصل خناقه او كده؟ زعلوا من يوم اصلا بيتشاموا ان انا اتفرج معاهم على الماتش. رانيا ومهند يجوا يقفوا هنا معلش انا اهلاويه ووشي حلو على طبعا فدايما لما بتفرج على اي ماتش لازم الاهلي بيكسب. احنا لما نكون عايزين نكسب بنحبسها في الاوضه عشان نخرجها بره. لا او بخرج بره. طب لو كده بس حضرتك اقفي معانا في ماتشات المنتخب بس دي اهم حاجه. طيب احكي لي، حضرتك بتشتغل مهندس استشاري معماري؟ معماري. اوكي قايل. طيب ومحمد انت لسه بتدرس كليه هندسه؟ كليه هندسه. جامعه ايه؟ ام اس اي. قايل. والجيم عامل شغل ولا ما بتروحش الجيم؟ لا والله ما انت بقالك بتبقى فتره مبطل. ايوه دراسه بس. ورانيا؟ بزنس انجلش في جامعه مصر. اوكي قايل. مهند؟ زملكاوي. طيب بصوا انا هحكي لكم سريعا كده احنا ايه اللي احنا نعمله. احنا عندنا مجموعه من الاسئله على ثلاث مراحل. المرحله الاولى فيها سؤالين اجباري لازم تجاوبوا عليهم مع بعض، هتكسبوا فيها الجهاز الاول. المرحله الثانيه فيها ثلاث اسئله لازم تجاوبوا على سؤالين من الثلاثه. المرحله الثالثه فيها خمس اسئله لازم تجاوبوا على اربعه من الخمسه. حلو جدا. هلعب على اجهزه معينه في البيت فلازم نختارها دلوقتي مع بعض. تعالوا نتفرج على البيت عندكم كده ونشوف ممكن نغير ايه. يلا بينا. يلا بينا. دي مكنسه؟ لا الميكرويف حلو. ده احنا ممكن نغير المكنسه. نجيب المكنسه الاحسن. وفي البوتاجاز. والبوتاجاز، البوتاجاز هنا موجود، وادي الثلاجه موجوده. طيب فين الخلاط؟ ده الخلاط صح؟ ده الخلاط ماشي. ما تيجوا نقعد، تعالوا نقعد. طيب اتفضل اتفضل. في غسالة؟ في الحمام. 100 100. طيب تعالى نقعد ونكرر. كده احنا اتفرجنا على البيت الأول. البيت بتاعكم جميل ما شاء الله، الذوق بتاعه لطيف. احنا لازم قبل ما نبتدي يبقى في حد هو المتحدث الرسمي اللي هيقول لنا الإجابات دايما، وهو اللي هيقول لنا كل الحاجات النهائية. يعني حتى لو انتوا اتناقشتوا مع بعض يبقى في حد هو دايما اللي بيتكلم في الآخر. فمين بقى هيكون؟ بابا طبعا، راجل صاحب البيت. ماشي. طيب باشمهندس الأول احنا عايزين نختار الأجهزة اللي احنا هنغيرها. خليني أقول لك هنختار إيه من الأول. عايزين نختار ما بين مكنسة، ما بين خلاط، ما بين مكوى، ما بين مايكروويف. دي المرحلة الأولى، تحبوا تختاروا إيه؟ مايكروويف عشان ده بيعمل مشاكل كده. انتوا عايزين واحد تاني عشان يعمل شويه شغل؟ عشان ده بيعمل مشاكل اصلا. ده بقى بيبوظ؟ بيعطل كم مره كده. والله العظيم. لا يبقى نجيب مايكروويف. يبقى احنا كده عندنا مايكروويف. اوكي ماشي، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه عندنا بوتاجاز وعندنا غساله. تختاروا ايه؟ بقى نشوف رانيا. بقى ده بتاع رانيا بقى. ده بتاع رانيا بقى. ماشي. طيب الحاجة التالتة عندنا التلاجة وعندنا تلفزيون. تلفزيون انا هسمع فيها عشان احط اوضتي. العب عليه بلاي ستيشن صح؟ مفيش في اوضتك تلفزيون؟ التلفزيون قديم. الصغنن؟ لا يا باشا التلفزيون جديد. انا هستأذنكم هقوم ألزق ستيكرز على كل الأجهزة اللي احنا هنغيرها ونرجع تاني من شوية. فين الميكرويف؟ ده الميكرويف القديم. هنجيب مكانه ميكرويف جديد. طب بطوانة؟ البوتاجاز فاضل كده التلفزيون اهو. حلو قوي. يلا بينا. حلو قوي كده. يبقى احنا عندنا التلات اجهزه جاهزين. جاهزين للمرحله الاولى؟ اتفضل. حضر لي الميكرويف لو سمحت. تمام يا استاذ خالد. خليني اعرفكم شويه حاجات لغايه لما الميكرويف يطلع. احنا عندنا الاسئله كلها طول الوقت مدة الإجابة بتاعتها هي 20 ثانية بس. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية عندنا أربع اختيارات تقدروا تختاروا منهم. المرحلة الثالثة بتكون بدون اختيارات لأن دي المرحلة الأصعب. عندنا ثلاث وسائل مساعدة. المساعدة الأولى إن أنت تقول جوكر. الجوكر هي بتكون لعبة سهلة جدا، معناها إن أنتوا بتكونوا عديتوا السؤال حتى لو سؤال صعب، معناها إن إحنا عملنا له باس وكأنكم جاوبتوه بالظبط. أوكي؟ وسيلة المساعدة الثانية إن أنتوا تدوروا على إجابة السؤال في البيت، يعني هنقوم في البيت لمدة دقيقتين تدور في البيت كله على إجابة السؤال. ممكن تكون إجابة السؤال دي مستخبية في حتة، معلومة محطوطة في مكان، خط ساخن لشركة معينة وهكذا. وسيلة المساعدة الثالثة إن أنتوا تكلموا حد في التليفون أنتوا تكونوا عارفينه
جيرانكو قرايبكو صحابكو، بس تكونوا مأمنين عليهم ان هم يردوا على التليفون، عشان لو ما ردوش هتعتبر وسيلة المساعدة دي راحت ومعاكم في مدة المكالمة 3 دقايق. تمام؟ طيب ندخل بالمايكرويف. هات لنا المايكرويف لو سمحت. اوبا تسلم ايدك، تفضل. ده المايكرويف اللي احنا ممكن نكسبه في المرحله الاولى اللي هي المفروض. شكرا متشكرين جدا. دايما هيكون معانا زي ما اتفقنا 20 ثانيه. السؤال الاول، ما هو اقرب كوكب للشمس؟ هل هو عطارد، الزهره، الارض، المريخ؟ الاجابه دايما هاخدها من حضرتك. عطارد. انت مش هتاخدوا رايهم؟ انت ما تعرفش اصلا صح؟ لا لا انا مدرسة. لسه فاضل لنا 5 ثواني. الاجابه ايه؟ عطارد. عطارد؟ لا انا واثق فيه. حتى لو إجابة عطارد هتبقى مظبوط. 100 100. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ما زال سؤال اجباري، لازم تجاوبوا عليه عشان لو جاوبتوا على السؤالين مع بعض تكسبوا المايكرويف. السؤال بيقول، مسلسل من المسلسلات اللي جايه، ليكوا في المسلسلات الاول ولا مالكوش؟ مهند ليه في المسلسلات؟ رانيا. رانيا ليه؟ رانيا. بتحبي دنيا سمير غانم؟ اه. حلو قوي، يبقى هتعرفي اجابه السؤال ان شاء الله. مسلسل من المسلسلات اللي جايه دنيا سمير غانم ما كانتش بتمثل فيه. بدل الحدوته 3، في لالا لاند، هربانه منها، لهفه. هربانه منها. طب انت متخيل ان السؤال ممكن يكون سهل قوي كده؟ رانيا فطمتني على طول. الاجابه ايه الاخيره؟ هربانه منها. هربانه منها اجابه صح. مبروك عليكم المايكرويف كده، المرحله الاولى عدت. الف مبروك كده المايكرويف بتاعكم. ندخل بقى على ليه البوتاجاز بتاعك صح؟ البوتاجاز بتاع رانيا. شلب تمثيليات وزمان. دخل لنا البوتاجاز لو سمحت. طب انتوا هنا بقى ايه بقى، مين بيشجع ريال مدريد؟ رانيا. ومين برشلونه؟ مهند وانا معاهم، عشان انا يعني بغيظ رانيا بس. بس انتوا كده عيله كرويه جدا. تسلم ايديكم. شكرا. لا طبعا طبعا عشان بابا. شاكرين جدا 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 جدا. شكرا شكرا. عايز اقول لكم على حاجه، الكراتين بتاعت الاجهزه موجوده عشان لو عايزين تبيعوها بس. برضه ايه؟ كله موجود. ماشي؟ ندخل. ايوه. نجيب لك فرخه. السلام. ندخل على المرحله اللي جايه، المرحله الثانيه. في جملة بتقول كاني وماني، بنقولها لما بيبقى حد بيقول أي كلام، لكن هي أصلها من اللغة الديموطيقية واللي هي اللغة الشعبية من الهيلوغريفية. كاني يعني السمن البلدي، ماني بقى يعني إيه؟ دي الاختيارات. الاختيارات بقى، هل معناها الملح، العيش، العسل، الطحينة؟ الطحينة. الملح، العيش، العسل، الطحينة. العيش. معاكم لسه وقت ممكن تفكروا، معاكم وسائل مساعدة. كاني وماني. كاني معناها السمن البلدي. كاني معناها السمن البلدي. ماني معناها ايه؟ 18 ثانية، 19 ثانية، 20 ثانية. اخد من حضرتك الإجابة. عيش. سمن البلدي وعيش؟ لا، السمن البلدي والعيش. يعني ماني معناها؟ العيش. إجابة غلط. ماني معناها العسل. ممكن تستخدم وسيلة مساعدة. مش مشكلة، ده معناه إن إحنا لسه فاضل لنا سؤالين ممكن نجاوب عليهم هما الاثنين مع بعض، وممكن نستخدم وسائل المساعدة في أي وقت. أوكي؟ السؤال بيقول، عيد العمال السنة دي هيكون يوم إيه من أيام الأسبوع؟ جمعة، سبت، حد، اثنين. فات 5 ثواني، 6 ثواني. يوم 1/5 هيكون يوم ايه؟ هل ممكن ندور في حته مثلا؟ بص ندور في البيت على النتيجه. النتيجه ثواني. وقف. النتيجه. هنبتدي ندور في البيت؟ يلا بينا يا حاج حسين. معاك 2 من دلوقتي. 2 من دلوقتي. بسرعه يا رني. هات لك النتيجه. مش التليفون، النتيجه عندك. النتيجه. النتيجه. بس النتيجه يا بنتي. النتيجه. شوف يوم 1/5 هيكون يوم ايه؟ لازم تقعد بعد كده على الكرسي وتقولي الاجابه.
يوم 1/5 اه طبعا مش ممكن عيش والسمنه. الجمعه. طب يلا بينا نقعد ونقول الاجابه واحنا قاعدين. يلا بينا يلا بينا يلا بينا بسرعه يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لسه معاك وقت لسه معاك وقت لسه معاك وقت. الاجابه ايه؟ يوم الجمعه. يوم الجمعة إجابة صح مظبوط. يبقى احنا كده عندنا سؤال كمان، لو جاوبتوا عليه معناه ان انتوا كسبتوا البوتاجاز، لو ما جاوبتوش عليه يبقى احنا هناخد البوتاجاز ونروح. وما تنساش انت لسه عندك وسيلتين مساعدة، الجوكر هتقضي بهم برد، والجوكر ده انت مش هتخسره. ممكن تقول الجوكر وبيبدله بلعبة يعني. طيب احنا عندنا دلوقتي السؤال الثالث والأخير في المرحلة الثانية. ما معنى كلمة كاراتيه؟ هل هي الدفاع عن النفس، القتال بدون عنف، الضرب المنظم، القبضة الفارغة؟ ما معنى كلمة كاراتيه؟ هل هي الدفاع عن النفس، القتال بدون عنف، الضرب المنظم، القبضة الفارغة؟ لو شاكين في الإجابة ممكن نستخدم وسيلة مساعدة. استخدم الجوكر. الجوكر. طيب مبدئيا هي اجابه السؤال القبضه الفارغه. ماشي. الجوكر هو يعني اسئله سهله جدا، هقول لكم مجموعه افيهات راني اكيد تكون عارفاها بتاعه افلام مشهوره، لو جاوبتوا على 3 من الخمسه يبقى انتوا كده كسبتوا. الساعه ب 5 جنيه والحسابه بتحسب. ده عادل امام لا بسافر بره. لا انا عايز اسمه ممثل بس. عادل امام. عادل امام مظبوط. طيب انسان الغاب. انسان الغاب طويل الناب دوت عبد الفتاح الاسري. انسان الغاب طويل الناب. هو زناب صدقي. زناب صدقي مظبوط. هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ علاء ولي الدين. اساليني انا مدوباهم اتنين. مريم وليم. انا بابا. يلا حلو قوي عدينا السؤال وبكده يبقى انتوا كسبتوا البوتاجاز. الله الله اكبر بقى الله اكبر بقى. حلو جدا. اتفضل جهزنا البنت خلاص كده خلصانه كده نروح من التحقيق. طيب يبقى احنا كده داخلين على المرحله الثالثه والاخيره واللي هتكون الاسئله بتاعتها اصعب. مش معانا غير وسيله مساعده واحده بس، ان احنا نكلم حد في التليفون. نكلم حد في التليفون. ماشي. نطلع بالتلفزيون. نطلع طلع لنا التلفزيون لو سمحت. ترتت 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 ترتت. اتفضل. اوه التلفزيون وفيون كابينكا اهي وشغل عالي. السؤال الاول ليكوا في الكوره؟ لينا. شوف. ساعة ما دخلت واهلي وزمالك وليله وشغلانه وبرشلونه وريال مدريد عارفين كابتن رضا عبد العال؟ كابتن رضا عبد العال. ايه اخر نادي دربه كابتن رضا عبد العال؟ بلديه المحله. اللي جابها خدها حضرتك؟ بلديه المحله. تثق في رانيا؟ اه. هو لسه قريب جايبه مظبوط صح. الله ينور عليك. هو ده الكلام 100 100. برافو رانيا. يعني دي على واثقه يعني مش هتحتاج اي وسائل. ولو سالت برشلونه ريال مدريد هتقول لك برضه. طيب السؤال الثاني، ايه هي اللغه الرسميه لانجولا؟ دوله انجولا. اللغه الرسميه. لو شاكين ممكن نتصل بحد. معانا 10 ثواني. فرنساوي. ممكن نتصل بحد لو عايزين. اللغه الفرنسيه. نتصل بحد؟ اللغه الفرنسيه. ممكن تستخدم وسيله المساعده. مش في سؤال تاني؟ لسه في اسئله تانية. طيب. فرنسيه. اللغه الفرنسيه. بلاش تطوع بابا طول الوقت. اللغه؟ فرنسيه. اللغة الفرنسية غلط، هي اللغة البرتغالية. مش أنا قلت لك القصة؟ مش مشكلة، احنا لسه فاضل لنا ثلاث أسئلة كمان، لو جاوبنا عليهم بسيطة بسيطة، احنا مازال عندنا أمل، مازال عندنا أمل، مازال عندنا أمل، مازال عندنا أمل. أرجوك في اللي جاي حاول ما تتجاوبش إلا ما تسأل. يلا. مين هو عارفين فنان محمد صبحي طبعًا؟ طبعًا. وعارفين مسرحية وجهة نظر. طبعًا.
مين اللي ألف مسرحية وجهة نظر؟ وده سؤال سهل وممكن يتجاوب. ما قولي لين الرملي. لين الرملي ده المخرج. لا لين مخرج؟ صح؟ لين الرملي. ايه الإجابة؟ لين الرملي. ايه الإجابة؟ لين الرملي. لين الرملي مش المخرج؟ الوقت خلاص بيعدي. أخد إجابة نهائية. ايه الإجابة؟ لين الرملي. لين الرملي. لمين الرملي إجابة صح. وابا الناس فضل سؤالين. فضل سؤالين يا بتوندس. يا تأليف وإخراج. هو تأليفه؟ تأليف وإخراج صح؟ أنا عارف إن هو إخراج. لا هو ما أخرجش. هو مؤلف. هو لمين الرملي من الكتاب الكبار اللي اشتغل معاهم. هو كان ملازمه على طول في كل أعمال. مظبوط. حد ماما أمريكا. السؤال الرابع. إيه هو مقياس سرعة السفن؟ عقدة. العقدة. مش عايز تستخدم وسيلة المساعدة؟ لا العقدة. أخويا ظابط بحر أصله حافظ. 15 16 17 الإجابة النهائية؟ العقدة. العقدة يا جماعة صح. بس أنا أخويا ظابط بحر. هو بيقولها بثقة، بيقولها بثقة. واثق. حلو جدا. السؤال الأخير ده معناه إما هناخد التلفزيون إما هنخلي التلفزيون. يا والنبي ما تجاوب ولا ما تسألش. ما تجاوبوش يا محمد انا متصل. في حاجه اسمها دايما اليوبيل البرونزي، ده احتفال بمرور 10 سنوات. اليوبيل الفضي ده احتفال بمرور 25 عام. يقال على اليوبيل اللؤلؤي احتفال بمرور كام سنة؟ ومعانا وسيلة مساعدة واحدة. ده آخر سؤال. كده نوقف. هنسأل وسيلة المساعدة. ممكن نفتح السبيكر. نفتح السبيكر. اليوبيل اللؤلؤي. اليوبيل البرونزي. احتفال بمرور 10 سنوات. الفضي احتفال بمرور 25 سنة. اليوبيل اللؤلؤي. بقول لك انا في برنامج خالد عليش مين على الباب، وعايزك في سؤال كده بسرعه. يوبيل اللؤلؤي ده احتفال بمرور كام سنه؟ يوبيل اللؤلؤي ده لسه هيشتغل جاهز. يلا يا حمد. اليوبيل اللؤلؤي. اليوبيل الفضي. اليوبيل الفضي 25 سنة. 25 سنة. والبرونزي. اليوبيل البرونزي 10 سنوات. والذهبي 100. اليوبيل اللؤلؤي كام؟ يبقى ده 75 بقى. 75. خلينا في اللؤلؤي، خلينا في اللؤلؤي. يبقى اللؤلؤي كام؟ فاضل لنا دقيقتين. والفضي 25. قولوا ابحث على طول. كام آخر حاجة؟ اليوبيل اللؤلؤي. لا لا ابحث قولوا ابحث. هو بيرمي زي ما تيجي. انت بتقول لها حاجه يا عم؟ خليه يشوفه على طول. قولوا ابحث من غير ما تقولش ما تقولش تكهنات بسرعه. يلا فاضل دقيقتين. فاضل دقيقه ونص. نقعد عند منهم دقيقه ونص. طب 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 ايه اللي خلاك اتصلت بعمر يا عم؟ يا عم ايه اللي خلاك؟ اللؤلؤي 75 بقى مفيش غير كده. ولا الذهبي 100. شوف على النت بسرعه. قول ايه؟ مش قادر يا عم. فاضل دقيقة، فاضل دقيقة بالظبط. لازم ناخد الإجابة في خلال الدقيقة دي. احنا هنقول اي حاجه بقى. 75 هما 3 دقايق فاضل لنا 45 دقيقه. حاجه قول بسرعه. كام لو انت بتشوفيها من على الانترنت بلاش. لازم هو اللي هيقولها. كام 35. احنا قدامنا بالظبط 36 7 37 35 38 اخر كلام. شكرا. الاجابه كام؟ 35. بتثقوا في عمر؟
لا مش عارف. الإجابة غلط، هي 30 سنة. بس مبروك عليكم البوتاجاز، مبروك عليكم المايكرويف، مبروك عليكم ان انا جبت لكم يعني. طبعا احلى من كل احنا اتشرفنا بيكم، واحنا يعني انا متضايق بجد ان انتوا خسرتوا التلفزيون. هو جابها منين؟ هو تلاقيه بيقرا الانجليزي غلط فافتكره 35. اساسا هيعمل ايه لما اساله تشوفه دخل وقرا ازاي 35؟ هو كان بيقول 75 وجاب 35. لا في حته كده انت قلت له، بقول لك ايه، طب دور عليها. دور عليها ليه يا عم؟ انا هجيبها. بقول له انا بفكر. عموما احنا اتبسطنا بيكم ومبروك عليكم الجوائز اللي كسبتوها، وهارد لك. نزل التلفزيون لو سمحت. مش عايز انزله خلاص. اتفضل. مبروك، الف الف مبروك. شرفت بحضرتك يا فندم. شكرا شكرا. مبروك مبروك. باي. شكرا 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 باشمهندس. شكرا توفيق يا رب دايما. شكرا، شاكرين جدا. الف الف مبروك. ممكن تبيع الميكروويف والبوتاجاز وتجيب التلفزيون. شكرا، باي باي، السلام عليكم، نشوفكم على خير. باي 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 باي. كان موجود معانا دلوقتي مهندس عادل حسين درويش وعيلته اللي قدروا يجاوبوا على معظم الاسئله، بس للاسف ما كسبوش التلفزيون. لو عايز تشارك انت كمان معانا تقدر تبعت لنا على اللينك اللي موجود قدامك على الشاشه، علشان هنجيلك ونخبط على بابك، بس يا رب ما تقولش مين على الباب.